السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أحبابي، عاملين إيه؟ يا رب دايما بخير. أهلا وسهلا بكم في قناة الشيف حامد، والنهاردة معاكم أكلة جديدة جدا، أكلة أسيوية ومشهورة جدا في الشرق الأوسط وخصوصا في تايلاند، وهي فرايد رايز. تعالوا مع بعض نشوف طريقة الرز، إن شاء الله تعجبكم جدا وقد إيه هي فيها قيمة غذائية، وأنصحكم إن أنتوا تجربوها في البيت. وما تنسوش قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا اللايك والاشتراك والضغط على الجرس. ودي معانا المكونات يا جماعة، زي ما احنا شايفين فرايد رايز. تعال نشوف مع بعض المكونات. هنستخدم 200 جرام رز، 200 جرام رز، يستحسن يكون رز مصري، بضايع، فصين ثوم، معلقة صويا صوص، 20 جرام جزر مقطع صغير، 100 جرام دجاج مقطع زي ما احنا شايفين، جرين اونيونز زي ما احنا شايفين 10 جرام، 10 جرام جرين تشيلي، سويت صوص ده بتلاقيه في الماركت اسمه صلصة حلوة، ده صوص معانا للجرنش، وبعلمكم ازاي ان شاء الله مع المتابعة اعلمكم ازاي تعملوا الصوصات دي. ودي التوابل بتاعتنا، بس بنستخدم ماجي باودر تايلاندي مع سكر، ولو ما لقيناش الماجي باودر تايلاندي نقدر نستخدم الماجي باودر المكعبات اللي موجود في كل مكان. وأول خطوة معانا يا شباب، بنسلق الرز بتاعنا زي ما احنا شايفين. فرايد رايز بيكون معجن، بيستوي زيادة، بعد كده هنصفيه ونشوف احنا هنعمل ايه الخطوة اللي بعديها. اوكي، دلوقتي احبابي الرز بقى جاهز معانا، استوى خلاص، استوى زيادة ولسه بيستوي اكتر مع السخونة بتاعته، تمام زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى نشوف الطريقة هتتعمل ازاي. دي الطريقة بقى معانا، يلا نشوف مع بعض. هننزل بالزيت، معلقة زيت، بعد كده بننزل بالدجاج، نشوح الدجاج بتاعنا. طريقة سهلة وبسيطة هيعجبكم جدا، والطعم هيعجبكم جدا جدا جدا. نفضل نقلب كده لحد ما الدجاج يستوي معايا، يبدأ يستوي معايا. خلاص كده تمام. بنزل بالجرين تشيلي، بنزل بالجارليك، الثوم، بنزل بالجزر، بنزل بالبصل، وابدا اقلب زي ما احنا شايفين كده. الاكل التايلاندي يا جماعه او الاكل الاسيوي عموما ما بيتسواش قوي، بيكون يعني ايه قريب من التسويه عشان فايدته وقيمته الغذائيه ما تروحش، ودي من اهم مميزات الاكل الاسيوي خصوصا الاكل التايلاندي. الثوم ما بيتحمرش بالزيت، بينزل بعد الدجاج وبيتدوب مع الدجاج. كل ده انا بعمله مع نار هاديه
زي ما احنا شايفين. بعد 5 دقايق بنزل بالصويا صوص. زي ما احنا شايفين. بعد كده بنزل بالسكر والماجي. بعد كده بنزل بالرز التاني وافضل اقلب. طريقة التقديم بقى يا شباب هتعجبكم جدا. ده الصوص اللي احنا قلنا عليه بنجرنش بيه. شوف بنبدأ نجيب الفرشة ونعمل كده معايا اهوت لحد ما تغمق معايا خالص عشان خاطر يبقى الشكل ايه مميز. وبعد كده اهو الرز جبته وحطيته في بولة على قد الفرد وضغطت عليه جامد كده مع بعضينا ونشيل الطبق بتاعنا. والفينش الأخير بقى بننزل بالإيه؟ بالصلصة الحلوة زي ما احنا شايفين كده. شوية بصل وكده يكون الطبق بتاعنا جاهز معانا. وألف ألف ألف هنا يا جماله.